بعد شهرين وتحديدا في نوفمبر، الحقيقة العالم على موعد مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ اللي هنستضيفه في مدينة شرم الشيخ في 6 نوفمبر اللي جاي. عشان كده بالفعل بدأت القارة الأفريقية العديد من الفعاليات التحضيرية للمؤتمر، كان آخرها أسبوع المناخ الأفريقي في الجابون ومشاركة مصرية فعالة. خلينا نتعرف أكتر عن آخر ما تم من دكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير وشرفني الحوار مع حضرتك. تشرفني يا فندم، اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه نتكلم عن مشاركتك الاخيره في اسبوع المناخ الافريقي في الجابون تحديدا، واهم مخرجات العمل والتعاون الافريقي في هذا المجال. هو يعني على مدار العام وفي الاعداد للقمه القادمه ان شاء الله في نوفمبر في شرم الشيخ، هناك عدد من الأسابيع الإقليمية، يعني بدأناها في الشرق الأوسط في شهر مارس، ثم في أمريكا اللاتينية، وأخيرها كان في أفريقيا. وطبعا الأسبوع الأفريقي مهم لأنه القمة بتعتبر هي قمة عالمية صحيح، ولكنها بأبعاد وتركيز أفريقي كبير. كان في فرصة للمشاركة بما يقترب من حوالي 2000 مشارك من القارة الأفريقية ومن المؤسسات المالية الدولية ومن عدد كبير من الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني فضلا عن الحكومات. وكان طبعا الرئاسة المصرية للقمة ممثلة بمعالي وزير الخارجية سامح شكري، وايضا بعدد من المشاركات من خلال المفاوضين المصريين. وانا يعني شاركت باعتباري المنسق للعمل للاطراف غير الحكوميه، يعني كل مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص، القطاع المالي. اهم ما دار في هذه القمه كان بيركز على كل ما يرتبط بعمليات التنفيذ. احنا مش رايحين للتفاوض لان هناك بالفعل يعني اتفاقات تمت، منها اتفاق باريس في 2015، في تفاوض تم كافه ابعاد العمل المناخي سواء في تخفيف الانبعاثات او التكيف مع اضرارها او حتى برامج التمويل والتعامل مع الخسائر التي لحقت بالدور النامية. العبره الان، وده اللي احتجته الرئاسه المصريه ليس فقط على مستوى وزير الخارجيه، ولكن في اكثر من مناسبه، فخامه رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مناسبه بيؤكد ان القمه القادمه، قمه شرم الشيخ، هي قمه للتطبيق ولتنفيذ التعهدات. وده بيجعلنا بنركز بطبيعه الحال على مشروعات استثماريه، على مجالات للتمويل لهذه المشروعات، على ان تكون هذه المشروعات من خلال تمويل بالاستثمار المباشر وتخفيف الاعتماد على التمويل من خلال الاقتراض. لانه عالميا التمويل للعمل المناخي 62% منه تقريبا بيتم من خلال وسائل اقتراض، واحنا بنحاول كممثلين للدول الناميه ان نجعل المشاركه من خلال الاستثمارات طويله الاجل. ومن المشروعات القطاعات الانتاج المختلفه في الصناعه، في الزراعه، في البنيه الاساسيه، تاتي من خلال استثمارات للقطاع الخاص لا تحمل الدول باعباء. نعم دكتور، في كلمتك امام يعني اسبوع المناخ الافريقي، يمكن حضرتك لفت النظر الى ان الدول الصناعيه دايما بتضع حلول، الحلول دي يعني قد لا تتناسب مع الوضع في الدول الناميه. ايه الحل لايصال صوتنا؟ يعني كلام حضرتك فريق صباح، احنا يعني على مدار فتره طويله جدا قياده العمل المناخي كانت متولياها مجموعه من الدول المتقدمه اللي احرزت نجاحات كبيره سواء في تعليم ابنائها، في الرعايه الصحيه، في تطوير البنيه الاساسيه، في الحصول على الطاقه من كافه المجالات. وصوت الدول الناميه يعني كان بيسمع ولكن كان صوتا خافتا، ما كانش مؤثر بالضروره على الاولويات وعلى كيفيه التعامل مع تحديات المناخ.
الدول النامية هي الأقل إضرارا بالمناخ، يعني شوف معروف تبص على كل القارة الإفريقية نصيبها من الانبعاثات لا يتجاوز 3 لـ4% على أقصى تقدير، ولكن التأثير على بلدانها وعلى قطاعاتها الإنتاجية وعلى شواطئها وعلى بنيتها الأساسية وفرص العمل فيها أيضا كبير. وبالتالي إن كل ما جاءت لنا الفرصة وإحنا النهارده في إطار الإعداد لهذه القمة صوت مصري عربي أفريقي له أيضا علاقات وطيدة بكل دول العالم، بنستطيع إن إحنا نضع الأولويات في شكل متكامل، يعني إحنا على عكس بعض الدول لا نختزل موضوع العمل المناخي في فقط نزع الكربون أو تخفيف الانبعاثات الضارة مع أمريكا الكبيرة وبنأكد عليها ونصيبنا بالفعل منها محدود، ولكن بنقول ان العمل المناخي اكبر من ذلك. احنا محتاجين نستثمر في التكيف في العمل المناخي، التاثيرات الضاره على قطاعات الانتاج الزراعي والبنيه الاساسيه اللي جبناها بسيط. اللي احنا واحنا بنعمل هذا كله بنضع موضوع العمل المناخي في اطار التنميه، يعني ما اقدرش اعمل مشروعات لانقاذ العالم من اضرار تدهور المناخ ويكون في ذات الوقت لها اثار جانبيه ضاره على مستويات الفقر، او انها تزيد من البطاله، او انها تحقق عدم توازن في فرص العمل بين الرجل والمراه. وبالتالي هذا المنهج الشامل المتوازن المتبنيه مصر هو النهج الاكثر انسجاما واكثر مساندة لأولويات التنمية والتقدم في الدول النامية. دكتور محمود سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار قبل ذلك أنه يمكن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية قللوا من الحشد الدولي أو الاهتمام الدولي بقضية المناخ بشكل أو بآخر. عايز أعرف من حضرتك الخطوات المصرية اللي تم اتخاذها لإعادة خلينا نقول توازن الأولويات أو الاهتمام مرة أخرى بقضية المناخ. تمام، ده ياتي ايضا في اطار عرض موضوع العمل المناخي واولوياته، انه يضع الحلول المناسبه للمشاكل التي تعترض العالم الان. يعني على مدار العامين الماضيين سواء بسبب ازمه كورونا حصل تراجع كبير في معدلات النمو وزياده في نسب الفقر وزياده ايضا في نسب من يعانون من مشاكل الامن الغذائي. بسبب الحرب في اوكرانيا ارتفعت اسعار سلع غذائيه، اسعار الوقود للطاقه، وايضا زادت اعباء المديونيه على عدد كبير جدا من الدول. كل مكان العمل المناخي اعطانا حلول مناسبه لهذه المشكلات، لا يكتفي فقط بالاهداف المهمه بحد ذاتها طويله الاجل وايضا بالتعامل مع التاثيرات الضاره الحاليه للعمل المناخي، هتبقى ده افضل. يعني ادي حضرتك مثال، يعني في الاستثمارات المهمه للعمل المناخي هي تنويع مصادر الطاقه والاستثمارات في مجالات الطاقه النظيفه، طاقه الرياح والطاقه الشمسيه زي ما عندنا في مصر مثلا في الزعفرانه في مجالات الرياح، الطاقه الشمسيه في جنوب البلاد في بلدان. كل ما قدرنا ان احنا نجعل هذه الاستثمارات متوافقه ايضا مع احتياجات الناس بعد الازمات العالميه، يبقى انا بحل مشكله طاقه وبحل مشكله اسعار وايضا بخفف العبء على الارض وعلى العمل المناخي. المثال الثاني، واحده من اهم المشروعات المستفيده من الاستثمارات الجديده ما يرتبط بالقطاع الزراعي في اداره نظم المياه بكفاءه، في رفع انتاجيه القطاع الزراعي في مجالات انتاج الغذاء تحديدا. وده ايضا يعني انه بيفيد العمل المناخي ولكن له تاثير ايجابي للغايه في اولوياتنا الخاصه بالتعامل مع مشكلات راهنه خاصه بعد الازمه الاوكرانيه وازمه كورونا. الحاجه الاخرى اللي ذكرتها لحضرتك انه صحيح زادت اعباء المديونيات، ولكن ايضا في طريقتنا الحاليه للتعامل مع تمويل العمل المناخي بتخفيف الاعتماد على الاقتراض وزياده الاعتماد على الاستثمارات، وايضا هناك تعهدات ما ننساهاش من ايام كوبنهاجن انه الدول المتقدمه قالت ان انا متعهده ب 100 مليار دولار سنويا، الى هذه اللحظه لم يصل هذا الرقم الى اكثر من 79% من المطلوب، فاحنا بناكد ايضا على التمويل القادم من الدول المتقدمه
انه يتم الالتزام به، علما انه حتى لو تم الالتزام به بالكامل لن يكون كافي، يعني 100 مليار لا تتجاوز 5% من احتياجات العمل المناخي، وبالتالي احنا بنطالب بالمزيد من هذا التموين اللي هو بيعوض الدول الناميه عن المشكلات المترافقه بسبب سوء اداره عمليات الانتاج باعتمادها على مصادر ملوثه للمناخ والبيئه. نعم. منذ الثوره الصناعيه الاولى يعني من اكثر من 200 سنه، وهذا التراكم بيأثر فينا. صحيح. وكان الاجابه على هذا انه العمل المناخي صحيح له اولوياته، ولكن كلما قدرنا نضعه في اطار علاج المشاكل اللي بيعاني منها عموم الناس كان هيبقى في عليها اقبال اكبر واهتمام اكثر. طيب دكتور، يعني اصبحت التغيرات المناخيه والتخوف مما هو قادم قد قدم بالفعل او قد اتى بالفعل، يعني بنتكلم طارة عن جفاف عدد من الأنهار في الدول الأوروبية، وطارة أخرى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، يعني كيف ترى انعكاس ذلك على مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ كوب 27، وأيضا التزام الدول بتعهداتها تجاه قضايا تغيرات المناخ؟ يعني كلام حضرتك سليم تماما، أنه يعني احنا متابعين العمل المناخي منذ سنوات بعيده، وكنا بنشوف انه العلماء والخبراء المختصين في البيئه والمناخ هم اللي بيحذروا مما هو قادم. نعم. ما هو قادم اصبح بالفعل اصبح واقع نراه، لا تحتاج الى متخصص. المتابعه اليوميه لوسائل الاعلام ليس فقط في اوروبا، وحضرتك ذكرت امثله في افريقيا وتعرضها للتصحر وكفاف، وايضا اعاصير دول اسيويه، عندنا دوله شقيقه باكستان، ودول عربيه ايضا. احنا بنتكلم النهارده من فيضانات، وحضراتكم غطيتوا الاحداث هناك على مدار الايام الماضيه، بتغطي ثلث البلاد، وبالتالي لا نحتاج لبرهان علمي اضافي لتاكيد خطوره ما نحن نواجهه. كل ما زادت ارتفاعات درجه حراره الارض هتبقى هذه المشاكل اكبر واكبر، وبالتالي الحفاظ على الواحد اللي هي الدرجه ونصف فوق مستوى متوسطات درجه حراره الارض في الثوره الصناعيه الاولى ده الهدف العلمي الموضوع، احنا المفروض نحافظ عليه ولا نتجاوزه. هذا الموضوع يحتاج الى حلول علميه، واللي بالفعل بقت موجوده. صحيح. تخفيض تكلفه الطاقه البديله المتجدده، يكفي ان حضرتك تعرف النهارده بسبب الحلول العلميه والتطبيقات الواسعه لها ان تكلفه وحدات انتاج الطاقه الشمسيه النهارده هي اقل من ما كانت عليه، ما بين 90% ل 95%. طاقه الرياح ايضا انخفضت ولكن ليس بذات القدر. كل ما قدرت استثمر في الحلول العلميه والتوسع في تطبيقاتها هو ده الحل الامثل. بعد فتره من التشكيك الطويل اهدرناها عالميا في التعامل مع هذا الملف. طيب دكتور محمود، اسمح لنا يعني نستغل وجود حضرتك معنا ونعرف الى اين وصلت الاستعدادات لمؤتمر المناخ على مستوى ان كان المباحثات الخارجيه او حتى الاستعدادات الداخليه. يعني الاستعدادات على قدم وساق، شرم الشيخ معروفه بقدرتها على الاستضافه لمؤتمرات دوليه وقمم رفيعه المستوى على مدار سنوات بعيده، واحنا متابعين بشكل يومي للاستعداد اللي بتتم سواء في الفنادق، في القاعات، في التكييف، ايضا مناطق ايضا هتكون محل زياره من المشاركين اللي بيقترب عددهم من 30,000 مشارك، واكبر مؤتمر على مستوى العالم من حيث العدد والمشاركه. في مزارات سياحيه طبعا، الناس اللي في شرم الشيخ ممكن تعمل لهم ترتيب لزيارة بعض المعالم السياحية في مصر في شهر نوفمبر، وده من أجمل شهور السنة في مصر من حيث الجو. الحاجة الأخرى، ودي مبادرة اتعملت وصدر من بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بأن احنا عاملين مبادرة على مستوى 27 محافظة كمسابقات للمشروعات والاستثمارات، سواء مشروعات كبيرة الحج، متوسطة الحج، مشروعات حياه كريمه، مشروعات بتخص المراه، مشروعات ناشئه، وايضا مشروعات لتنميه المجتمع. ست مستويات
بتخلي المحافظات بتشارك بشكل فعال، ما تبقاش بس المساله استضافه قمه رفيعه المستوى بيحضرها قاده العالم والخبراء والمؤسسات الماليه والاقتصاديه، ولكن ايضا احنا على المستوى المحلي 27 محافظه في هذه المبادره اللي بدات التجهيزات لها منذ ايام، وهيعلن عن اسماء المشروعات الفائزه بهذه المسابقه كنوع من انواع التوعيه، ويمكن نرجع لحضراتكم ان شاء الله بمزيد من التفاصيل لها، في مشاركه كبيره سواء من وزاره البيئه، وزاره التخطيط، وزاره الاتصالات، ووزاره التنميه المحليه، و27 محافظه. نعم. فاحنا هنا التجهيز ليس فقط في قاعات المؤتمرات والجهات التي تنصف لهذا، ولا طبعا الملفات التي تعد من الان سواء المشاركين على المستوى الرسمي او على مستوى المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولكن ايضا احنا عايزين ناخد من هذه القمه كقوه دافعه لاحداث تغيير يفيد عموم الناس في هذا الموضوع. اهم حاجتين بيأثروا في المجتمع وفي الشركات وفي القطاع الانتاجي في البلد عموما الامرين، واحد منهم الاستدامه اللي احنا اتكلمنا عنها واللي خاصه بتغيرات المناخ، والامر الثاني هو التحول الرقمي، والمعيارين دول معيار التحول الرقمي ومعيار الاستدامه هم اللي بيتم على اساسهم اختيار المشروعات. نحن نشوف المشروعات اللي هي الاكثر توافقا مع اتفاق باريس بالنسبه للبيئه والمناخ، وايضا الاكثر التزاما بقواعد التحول الرقمي. فاحنا مستفيدين بهذا الزخم بان الموضوع لا يكتفي باستضافه قمه، وان شاء الله هتتم على شكل مشرف ومنظم، ولكن ايضا ان تكون يعني بدايه لتغيرات مهمه في الاستثمار والتنميه في مجتمعنا. بكل تاكيد يا فندم، واحنا كمان هنكون في متابعه مستمره الحقيقه لكل ما يتم استعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسه المصريه لمؤتمر اطراف واتفاقيه الامم المتحده للتغير المناخي كوب 27. نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات والمعلومات.